Taxion sina emes tis akrosios to agio evangelio kirion keton sion emon ekatev sovear sia kosomen to agio evangelio. Bolchem befangenion nethoev kata matheon ageion Jesus, Chinhan Barabuli Fguemus, Jesus, Oni Enjeti Meturu, Enteni Fio. Firi en oho ebe shiri afur ben nef evi aik emot yenni enni et sahimi khun e O embo shem ei o shtem bevan geryone to sati ke reye
صرت ناصري وملجئي يوم شدتي، أنت معيني لك أرتل يا إلهي، لأنك أنت ناصري إلهي ورحمتي. هللويا. ليترافع الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيله المقدس فصل من بشارة مار معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا. ثم أجابهم يسوع بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، فأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس، فلم يريد أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هانذا قد أعددت وليتما وليتبعني وعجولني ومسماتي في قد ذبحت وكل شيء معد، فتعالوا إلى العرس. أما هم فتهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وأهانوهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضبا وأرسل جنوده وأهلك أولئك القتلة وأحرق مدينتهم بالنار. حينئذ قال لعبيده: أما العرس فمعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطريق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطريق وجمعوا كل الذين وجدوهم من الأشرار والصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك رجلا ليس عليه ثياب العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ أما هو فسكتا. حينئذ قال للملك للخدام: أوثقوا يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن المدعوين كثيرون والمختارون قليلون. المجد لله دائما. نبوة الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء الكبير من بسخة المقدسة. بركاته علينا أمين. من سفر عموس النبي: بركاته علينا أمين. ويل للذين يشتهون يوم الرب.
ما بغيتكم في يوم الرب، فإن هذا اليوم ظلام لا نور، كما إذ هرب إنسان من وجه أسد فصادفته لبوة فليلتجئ إلى بيته ويرفع يده على الحائط فتلدغه حية. أليس يوم الرب يوم ظلام لا نور وضباب لا ضياء له؟ لقد أبغضت أعيادكم ورزلتها ولست أشتم رائحها في أيام أعيادكم العظيمة. إني إذ قربتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أقبلها، ولست أنظر إلى فدي شكركم. أبعد عني صوت تسبيحك، ومزمار أرغنك لست أسمعه. وليجر القضاء كالماء والعدل كالوادي الذي لا يعبر. هل قربتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل يقول الرب؟ بل حملتم خيمة ملوخ وكوكب إلهكم رفان، التماثيل التي صنعتموها لكم، فسأسبيكم إلى ما وراء دمشق، قال الرب الإله الضابط الكل، هو اسمه مجد للثالوث القدوس. بشوي سنانان بشوي سنانان خنوران فيوتني بشيري ما ثواب ونوتو تأمين تسبحات صلاة الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء الكبير مبسخة المقدسة بركاته علينا من كنيا ليسون سوكتتيكم نبيون بسمان بأماي شاين يامين منو البنوتي بنورو سوكتتيكم نبيون بسمان بأماي شاینیا من به چویسی سوز به خریستوز به سوتیر ناغتوز سوکتی تیگو نم بیو نم بسمو نم بی آمائی شاینیا من کریه نیسون سوکتی تیگو نم بیو نم بسمو نم بی آمائی شاینیا من منوئل نوتی بن اورو سوکتی تیگو نم بیو نم بسمو شاین امین بشای سیسوس به خریستوس به سوتیر ناغاسوس سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آماه شاین امین گریه نیسون سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آماه شاین امین منویل بنو تیبن آرو سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آمای شاین آمین بچو تیسوس به خریستوس به سوتیر نالاتوس سوکتیگو نم بی آنم بسمانم بی آمای شاین آمین کریه نیسون سوکتیگو نم بی آنم بسمانم بی آمای شاین آمین منوئل بن نوتی بن اورو بسمانم بی آماه شاین امین بشای سیسوس به خریستوس به سوتیر ناغاسوس سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آماه شاین امین کریه نیسون سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آماه شاین امین منوئل بن نوتی بن اورو سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم شاین آمین بچای سیسوس به خریستوس به سوتیر ناغتوس سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین کریه نیسون سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین منوئل بن نوتی بن اورو سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین بشای سیسوس به خریستوس به سوتیر ناغتوس سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین گریه نیسون سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین منوئل بن نوتی بن اورو سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم شاین آمین بچای سیسوس به خریستوس به سوتیر ناغتوس سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین گریه نیسون سوکت تیگو نم بی آنم بسمانم بی آم آین شاین آمین
امين من وين بنوتي بن هروس سكتتيكم نمبيو نم باسمو نمبيو ما شاين امين بشويس سوس بخريسوس بسوتير ناقصوس سكتتيكم نمبيو نم باسمو نمبيو ما شاين امين Son sokte ti gom nem beho nem besponem be amai shai ne amin emenu il beno ti benoro sokte ti gom nem beho nem besponem be amai shai ne amin besho ti sos be Christos beso tir na la to sokte ti gom nem beho nem besponem be amai shai ne amin Kyrie eleison, sokte tigom, nem bihon, nem bismon, nem bihama, shayne amin, men huil benoti ben horot, sokte tigom, nem bihon, nem bismon, nem bihama, shayne amin, beshois, isos, bechristos, besotir nachasos, sokte tigom, nem bihon, nem bismon, nem bihama, تقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين Oh, yeah.
Nay.
Thank
Ecclesiomus eom, o Ephesos evicis himi, o evicihai, shabio etanoe, shanaf echoneti kebotos mof, o shebvangelon eth oe. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر الليل يا اللهم اترافع علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا آمين. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم أحد ولا ملائكة السماوات إلا الآب وحده وكما كان في أيام نوح كذلك يكون في ظهور ابن الإنسان لأنه كما كانوا قبل أيام الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتزوجنا إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون مجيء ابن الإنسان حينئذ يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر واثنتان تطحنان على رحاي فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا إنه لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر لكي لا يدع بيته ينهب لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان من هو ترى العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع ما له فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ فيبتدي يضرب العبيد رفقاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين يأتي ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه والساعة التي لا يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الأسنان المجد لله دائما بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبوة الساعة السادسة من ليلة الأربعاء من بصخة الكبيرة الأربعاء الكبير من بصخة المقدسة بركاته علينا أمين. من سفر أرمياء النبي بركاته علينا أمين. هذا ما يقول رب القوات إله إسرائيل هانذا أفسد في هذا المكان أمام عيونكم وفي أيامكم لا يكون صوت سرور ولا صوت فرح ولا صوت عريس ولا صوت عروس ويكون إذا عرفت الشعب بجميع هذه الأقوال وقالوا لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذه الشرور وما الظلم أو الخطية التي صنعناها أمام الرب إلهنا فتقول لهم لأن آبائكم تركوني قال الرب واتبعوا آلهة غريبة وعبدوها وسجدوا لها وأما أنا فتركوني ولم يحفظوا ناموسي وقد عملت أنتم أيضا الشر أكثر من آبائكم فهوذا أنتم أيضا تسلكون كل واحد وراء شهوات قلوبكم الشريرة غير مطيعين لي
فسأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لا تعرفونها أنتم ولا آباؤكم، وفي ذلك الموضع تتعبدون لآلهة أخرى، هؤلاء الذين لا يرحمونكم. مجد للثالوث القدوس. آمين. تسبيحة صلاة الساعة السادسة من ليلة الأربعاء الكبير بصخة المقدسة بركاته علينا من كريالي سون سوكتتي قومن بيون بسمون بأماي شاين آمين منويل بنوتي بنورو سوكتتي قومن بيون بسمون بأماي شاين آمين بشاي سيسوس بخريسوس بسوتير ناغسوس سوكتتي قومن بيون اسمانم بیا مای شاینی آمین گریاله ایسان سوکت تیگم نمیونم بسمانم بیا مای شاینی آمین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نمیونم بسمانم بیا مای شاینی آمین بشای سیس اسمانم بیا مای شاین Amen.
في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الارض اعطينا اليوم واغفرنا ذنوبنا كما نغفر نحن اعدنا الذين علينا ولا تدخلنا في تجربه ولكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد Hey.
Oh.
Sion Sinai mes tis akrosios to agio evangelio kelion keton theon emon eketef sovion se akosomen to agio evangelio. Chien no lamba sa fi vol erin bi ba chelet ne on eto zen so jen khitu ne me ton sa ve ne so jare ta ve chien no lamba O em boel nienem o nem nas avem ze af ine kheri khenno mo ken niem no lambas etaf as ke zen jebe bachelet af nem tiro o afen ko اطاعت فاش زنبي اغر شوبي اخرو شوبي جاز بي باتشلت افيت انتينو اموني افولي هرا اف اشتم بفانجليوني مزامير ترتيل بينا داود النبي بركاته على جميعنا يا رب استمع صلاتي وليصعد أمامك صراخي في اليوم الذي أدعوك فيه استجب لي سريعا الليلويا اللهم اترعف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمار معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمسون هن جاهلات وخمس حكيمات
أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. فلما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبوات الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء الكبير من بصخة المقدسة بركاته علينا أمين. من سفر هوشع النبي بركاته علينا أمين. أعطهم يا رب وماذا تعطيهم؟ أعطهم أباء بلا بنين وأزداء يابسة، لأن جميع شرورهم في الجلجال، لأن في ذلك المجان أبغضتهم من أجل سوء أعمالهم. سأطردهم من بيتي ولا أعود أحبهم، لأن جميع رؤسائهم متمردون. حزن إفرايم لأن أصله قد جف ولا يعود يأتي بثمرة، وإن ولدوا فإني أقتل شهوات بطونهم. يرفضهم الله لأنهم لم يسمعوا له، فيكونون تائهين بين الأمم. إن إسرائيل كرمة حست الأغصان وثمرتها شهية، وعلى حسب كسرت ثمرت كسر المزابح، وعلى حسب خصب أرضه بني الأنصاب. فقد قسموا قلوبهم والآن سيهلكون، هو يحطم مذابحهم ويخرب أنصابهم. مجدا للثالوث المقدس. شوي سنانان بشوي سنانان خنوران فيوتني مبشيرين ما ثواب ونودرون ثامين. تسبيحة صلاة الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء الكبير من بصخة المقدسة بركاته علينا أمين. كن يا ليسون سوك تاتي قوان بيغان بسمان بيغان شاين يا أمين منويل بن نوتي بن غورو سوك تاتي قوان بيغان بسمان بيغان شاين يا أمين بشو Jesus, be Christos, be sotirna, tot, tot, tetigo, nimbio, nimbispo, nimbia, mai, shai, neami. Amen. 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 Amen
Sos besotir na tol tok tetigo nimbeo nimbesponim ya mai shaine amin. Amen.
في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن نراك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. Psalmos toda Oh.
إيفولخن روفن أومو أي 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 Sacrosios to agio evangelio Kyrion keton theonimon Iketisum en sophia orthia kousum en To agio evangene Фарисеос не шови, жете тен кот немов. Енте не профетис ово, енте те ен сол сел, ен не веб. Енте не смеоте тен го емоц женон че, Bechenihu Ente ninyotino nashubi Enishbiriru Anbechene besnov Ente nebrofitis Hostititin ermisere charutin Jen
تن صوتين ننشيرين تن طف خوتي بني بروفيتيس اوه ان صوتين هوتين تتن جاكب شيسي اني تنيوني افول نيهو بميسي افول خيني اقوبوس تيتن نايش بوتي افول اوه شتم بفانجليونيس اوه اقصى سيكيري منا زميرة من الغد نبي بركات علينا آمين ندي نفسي من السيف نفسي وندي الكلب ونوتي الوحيدة خلصني من فم الأسد فوضعي من قرن زال قرن الواحد دين ويا الهم أطراف علينا واسمع من عند مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل المال علمنا متى البشير بقطعنا آمين الويل لكم أيها الكتب الفرس المرؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما أشرقناكم في دم الأنبياء أنتم تشهدون على أنفسكم إنكم بنو قتلة الأنبياء فكملتم أنتم مكيل أباكم أيها الحياة والأولاد الأفاعي كيف تهربون لجهنم من أجل هذا أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتباء فمنهم من تقتلون وتصلبون ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطردونهم من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي في صفقة على الأرض من أجل دم أبيل الصديق إلى دم زكريا بن براشيا لذكرتم وتخمرتموه بين الهيك والمذبح الحق الحق أقول لكم إنه يأتي على هذا الجيل كله يأتي على هذا الجيل والمجد لله ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نبوة الساعة 11 من ليلة الأربعاء الكبير من بصخة المقدسة بركاته علينا أمين. من حكمة سليمان الحكيم بركاته علينا أمين. إن الحكمة تتحرك في كل متحرك فهي تبلغ وتأتي على الكل من أجل طهارتها فإنها نهب قوة الله وفيض من المجد المقدس الذي لضابط الكل فلذلك لا يقدر أن يقربها شيء دنس لأنها ضياء النور الأزلي ومرآة أعمال الله النقية وصورة صلاحه تقدر على كل شيء وهي واحدة وتجدد كل شيء وهي ثابتة في ذاتها وفي كل جيل تحل في النفوس الطاهرة وتجعلهم شركاء الله وتصيرهم أنبياء لأن الله لا يحب أحد إلا من يساكن الحكمة لأنها أبهى من الشمس وأسمى من كل مركز للنجوم وإذا قيست بالنور تقدمت عليه لأن النور يعقبه الليل وأما الحكمة فلا يقوى عليها الظلام مجدا للثالث شو سنانان بشو سنانان خنبران فيوتنا مبشير ما ثواب ونوتو تأمين تسبيحة صلاة ساعة 11 من ليلة الأربعاء الكبير بصخة مقدسة بركات علينا أمين كنيا ليسون ثوق تتيقون نبيون بسمان بياما إشاين أمين منو إلبن نوتي بنور ثوق تتيقون نبيون بسمان بياما Amen.
Christos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Kyrie eleison, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Bechoy Jesus, bechristos, besotiren agasos, sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Son sokte tigom, nembe oonem besmonem beamai shaini amin. Emmanuel benoti benoro,
Christos Paso في السماوات قدس اسمك سيد ملكوت لكم من شيء كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لا تعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين صالم صدى Nine,
Yeah.
Oh.
سليم إيفول خنتي خور خاجين إبي بسخا هنا إنتو تو نفكوتي أون بين سايس وسنجي ني يودا إفغو إموس إن يرو إفو هووي أري توخن بيرفى جي أو بيتتن مفئي أعرف جي أفني إني إف أشاي ني أفتي إن دولي زي إنجي ني راشي إرفس نمني في الرسيوس هنا إرشين أو إمي جي أفسؤون انت افتامو او اعرف هنا ان استاهو اشتم بف انجليو انس او اكساسي زامير بين داود النبي بركاته على جميعنا آمين ارحمني يا الله ارحمني
فإن عليك توكلت نفسي وبظل جناحيك أتكل إلى أن يعبر الإسم الليلويا ليترافع الله علينا وليباركنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيله المقدس فصل بشارة ماري معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا آمين. وكان قد اقترب فصح اليهود فصعد كثيرون من القرى إلى أورشليم قبل الفصح ليتطهروا وكان اليهود يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم قائمون في الهيكل ماذا تظنون لعله لا يأتي في العيد وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أوصوا بأنه إذا علم أحد أين هو فليدل عليه ليمسكوا. مجد لله دائما. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ما أروع كتابنا المقدس، ما أروعه في ترابطه وأبعاده وأعماقه، وأيضا ما أروع وأعمق السيد المسيح إلهنا في عباراته وكلماته، عبارتان في غاية العجب. وأنا لا أعتقد أبدا أن الكتاب المقدس ذكرهما على سبيل الصدفة، بل لكنه حتما يقصد بهم الكثير. العبارة الأولى نطق بها السيد المسيح له المجد. العبارة الثانية قيلت للرب له المجد. العبارة الأولى قالها السيد المسيح وهو يمشي في شوارع أريحة وزق العشار معلقا فوق الشجرة. وقف السيد المسيح تجاهه ونادى زكا وقال: يا زكا اسرع وانزل. ما أعجب هذا النداء الموجه لزكا، أراه أنه يحمل أبعادا كثيرة منها. يا زكا صعودك فوق الشجرة لن يخلصك، لكن صعودي أنا على خشبة الصليب سيخلصك ويخلص الكثيرين. قال السيد المسيح له المجد: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أي بالصليب أجذب إلي الجميع. عشان كده يا زكا اسرع وانزل بسرعة. العبارة الثانية نطق بها وقالها المجدفون ورؤساء الكهنة والسيد المسيح معلقا على الصليب، والمجتازون ورؤساء الكهنة يجدفون ويستهزئون به قائلين: إن كنت أنت ابن الله فانزل عن الصليب. لكنه لم يلتفت أو يستمع إلى ندائهم ولم ينزل من على الصليب. استجاب زكا فورا لطلب الرب منه ونزل فخلص هو وكل أهل بيته، وصار خلاصا لأهل بيت زكا. ولم يستجيب المسيح لطلب الجموع ولم ينزل فخلص الكثيرين وما زال يخلص أيضا. وكأنه له المجد يلخص العبارتين بنظرات عميقة وعبارات أعمق. يقول لزكا اسرع وانزل، وفي يوم هو زازا قريب سأرتفع أنا على الصليب وآخذ مكانك هذا وأصنع هذه المبادلة العجيبة وأخلصك وأخلص الكثيرين أيضا. لو تركنا قليلا شجرة زكا وذهبنا إلى شجرة أخرى من أشجار الكتاب المقدس ونظرنا إلى شجرة الحياة المذكورة في تكوين 2:8، يقول الكتاب المقدس: بعد أن خلق الله السماوات والأرض غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل،
وأوجد الرب شجرتين متميزتين في الجنة، وهما شجرة الحياة اللي موجودة في الوسط وشجرة معرفة الخير والشر، تكوين 2:8. وأوصى الرب الإله آدم أن يأكل من الجميع ما عدا شجرة واحدة، شجرة معرفة الخير والشر، أي أنه كان مسموحا في البداية أن يأكل من الجميع ما عدا شجرة الحياة، لكنه للأسف اختار وبإرادته أن يأكل من الشجرة المحرمة، والنتيجة الحتمية للعصيان هو الطرد، فطرد آدم من الجنة، وأقام الرب الإله كاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. وشجرة الحياة أيضا مذكورة في بداية الكتاب المقدس وفي نهايته، مذكورة في سفر التكوين وفي سفر الرؤية، نجدها في تكوين 2:9، تكوين 3:22، سفر الرؤية 2:7، وأيضا 2:22 في العدد 2:14. وهي تشير إلى الرب يسوع، وقد شبه الرب يسوع بشجرة، فلقد قالت عنه عروس النشيد: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، وتحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. وهو أيضا قال عن نفسه: أنا القرمة. وفي لوقا 23:31 يقول الرب عن نفسه: لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فبماذا يكون باليابس؟ وأيضا إذ أردنا أيضا نطبق عليه قول مزمور أي الأول، أنه هو الرجل الذي في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فكان كشجرة مغروسة على مجاري المياه التي تعطي وأعطت ثمرها في كل حين، وورقها لا يزبل، وكل ما صنع نجح فيه. شجرة الحياة أيضا تعطي الحياة، هي تشير إلى الرب يسوع معطي الحياة الأبدية، فهو الذي فيه كانت الحياة، يوحنا 1، وهو الحياة الأبدية، الرسالة الأولى يوحنا العدد 5، وهو الذي قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لذلك كل من يأتي إلى الرب يسوع ينال حياة أبدية، لأن الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية، بل يمكس عليه غضب الله. والشجرة أيضا شهية للنظر، تكون 2:9، فمنظره جميل وأيضا رائع، وجيد للإنسان أن ينظر إليها ويتطلع فيها كل حين، وهي صورة للرب يسوع الذي هو أبرع جمالا من بني البشر، مزمور 45. وقيل عنه أيضا: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، طلعته كلبنان، فتى كالأرز، طلعته حلقه حلو وكل مشتهيات، ولكن هذا الرائع الجميل صار منظره على الصليب لأجلنا، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. أيضا شجرة الحياة جيدة للأكل، وهي صورة الرب يسوع طعامنا الدائم على المذبح لغفران خطايانا، فلقد قال الرب: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. مكانها أيضا كانت في وسط الجنة، هي صورة للرب يسوع الذي دائما مكانه في الوسط. عندما كان صبيا عمره 12 سنة نجده في الهيكل جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وعندما كان يقول يصنع الخير كانت الجموع تحيط به من كل جانب، فكان أيضا مكانه في الوسط. وعندما علق على الصليب أيضا كان مكانه بين ووسط المذنبين. وأيضا هو في وسط شعبه في الكنيسة حسب وعده الصادق متى 18، لأنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. شجرة أيضا هي مثمرة، كانت حياة الرب على الأرض مثمرة على الدوام، فالشجرة من طبيعتها تثمر لكي تقدم لغيرها خيرها للشبع، وهكذا كانت حياة الرب على الأرض حياة عطاء وما زالت حياة مستمرة، فهو صاحب القول المشهور: مغبوط هو العطاء أكثر من الأغز. نراه دائما يقدم المحبة للأعداء،
الشفقة والحنان، الشفاء والحرية، فجال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم. إبليس لقد تمجد في كل شيء، تمجد في الأقوال والأعمال، في صفاته وأيضا في معجزاته وأعماله. أيضا الشجرة عليها حراسة، تكوين 2:22، إنها فعلا رحمة من الله أن لا يأكل الإنسان من شجرة الحياة بعد دخول الخطية، وإلا كان سيعيش على الأرض في هذا الجسد في شقاء وفي تعاسة وفي حزن وألم ومرض وضعف إلى الأبد، ولصار العالم جحيما لا يطاق. والحراسة على شجرة الحياة هي صورة إلى الطريق من السماء إلى الأرض الذي كان مغلقا بسبب الخطية، لكن بموت السيد المسيح على الصليب انشق الحجاب الذي كان فاصلا بين السماء والأرض، وصار الاقتراب إلى الله مسموحا وممكنا، وصالح الأرضيين مع السمائيين بضم صليبه. وأخيرا نزل الله أولا ليخلق الإنسان، ثم نزل بعد ذلك ليخلصه. لكي يخلق الإنسان لم يستلزم الأمر إلا أن يتكلم فقط، ولكن لكي يفدي الإنسان كان يجب أن يتألم ويصلب ويموت ويوضع في القبر 3 أيام ثم يقوم. لقد خلق الله الإنسان بنسمة، لكن خلصه بدم صليبه، والمجد لله دائما أبديا أمين. كبير بسخة مقدسة بركاته علينا أمين. الإنسان الملك الذي صنع العرس ودعا المدعوين هو الله الآب، وابنه هو المسيح يسوع مخلصنا. والعرس هو العالم الذي ظهر فيه، الذي ولدته بالجسد والدة الإله، وصار مع الناس كواحد منهم. والعبيد الذين أرسلهم هم الأنبياء الذين سبقوه ودعوا الأمم قبل مجيئه، قائلين إن الآتي سوف يأتي ولا يبطئ، فتكاسلوا ولم يقبلوا أقوالهم، ثم مضوا متهاونين، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل عسكره وضرب أولئك القتلة وأحرق مدينتهم. من هم الناس الذين دعوا إلى الوليمة الحقيقية التي لله الكلمة إلا اليهود المخالفين الذي
محبيه أسماءهم محيت أسماءهم من سفر الحياة. فعاد أيضا وأرسل آخرين وأوصاهم هكذا قائلا: اخرجوا إلى مسالك الطريق وادعوا كل الذين تجدونهم. فلما خرجوا دعوا كثيرين صالحين وطالحين فامتلأ البيت من المتكئين. فدخل الملك ينظر المدعوين ورأى رجلا ليس عليه ثياب العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت هنا وليس عليك ثياب العرس؟ فللوقت صمت وصار في فضيحة، ثم ألقاه والخدام إلى الظلمة الخارجية. من هو هذا الإنسان إلا يهوذا الذي تعرى من الحلة السمائية ولبس اللعنة مثل الثوب ودخلت إلى أمعائه، لأنه جحد نعمة سيده وتجرأ أن يسلم معلمه، فلذلك صار غريبا عن مجده ورئاسته ورئاسة كهنوته وأخذها آخر. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا، بكيف ألامه يخلصنا؟ فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. طرح الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء الكبير من بسخة المقدسة، بركاته علينا أمين. تأملوا يا عبيد الإله إلى تحنن المسيح إلهنا، كيف أدعى صفياء الصانعين وأرادته عبيدا حكاما وأمناء. أعنى الذين يحفظون وصايا المتوقعين أجرا صلاحنا الساهرين المتوكزين لكي ينالوا المواعيد، كما قال في الإنجيل: إن ذاك العبد مبغوضا أعني الذي يأتي سيده بختة فيجده يفعل هكذا. أقول لكم أنه يقيمه وكيلا على جميع أمواله. فأما ذاك الذي يجده متغافلا فيطرد يوما بيوم، فيجي سيده في ساعة لا يعرفها فيشك من وسطه. واجعل نصيبه مع المرائين في الظلمة موضع العذاب، فلنتيقظ من غفلتنا وننتظر يوم الرب ونفرح معه في دياره ونفوز بمراحمه ورافته. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا، كيف ألامه يخلصنا؟ فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. طرح الساعة السادسة من ليلة الأربعاء الكبير من بسخة المقدسة، بركاته علينا أمين. يا لهذه الفضائل وهذه الأمثال التي قالها ملك المجد الذي هو يسوع ملك النعمة والخيرات المكمل السلام الذي أنعم على جنس البشر بشركة ملكوته. اسمعوا وتأملوا وافهموا وعلموا أمثاله الطوباوية من أجل العذارى الحكيمات اللواتي نطق من أجلهن في الإنجيل، وشبههن بملكوته المملوء فرحا وسرورا. 10 عذارى قال رب: 5 جاهلات و5 حكيمات. قال: هؤلاء العشرة كنا عذارى، ولكنهم افترقنا لأجل أعمالهن. فطوب الحكيمات الفهمات لأنهن صنعن الحكمة باجتهاد، وملأنا مصابيحهن من الزيت وأوعيتهن مما فضل عنهن. أما العذارى الجاهلات فتكاسلنا ولم يفهمنا ثبات مصابيحهن. فلما قمنا جميعهن في ساعة واحدة ليمشين قدام العريس فتعطلت مصابيحهن وقت الفرح ولم يحضرنا مع العريس. والمستعدات دخلنا معه إلى العرس، والمتكاسلات وقفنا خارجا. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا، بكيف ألامه يخلصنا؟ فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمتي. طرح الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء الكبير من بسخة المقدسة، بركاته علينا أمين. يا لهذه الأوصاف المحزنة التي قالها المسيح على الفريسيين إذا يعطيهم الويل بغير محبة، لأنهم تشبهوا بأبائهم وكملوا مكايلهم. أولئك الذين قتلوا الأنبياء القديسين وهؤلاء الآخرون بنوا مقابرهم، هؤلاء هم الحياة المولودون من الأفاعي الذين لم يهربوا من جهنم سينتقم منهم لدم جميع الأبرار الذي سفك على وجه الأرض، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتلوه بين الهيكل والمذبح. كل هذا الضوائق وهذه الشدائد تسبق وتأتي على هذه الجيل، لأنهم جميعا تشاوروا مشورة واحدة على ابن الله ليقتلوه. لذلك فرقهم الله في الأرض وأعدائهم تسلطوا عليهم
وميراثهم صاروا لقوم آخرون وصارت منازلهم خرابا. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألام يخلصنا، فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيمة رحمتي. طرح الساعة 11 من ليلة الأربعاء الكبير بسخة المقدسة بركاته علينا أمين. جرت عادة لسائر اليهود إذا اقترب عيد الفصح تصعد جموع كثيرة من القرى إلى أورشليم للتهرب، فلما صعدوا كالعادة لم ينظروا يسوع يصعد، فقالوا بعضهم لبعض وهم في الهيكل: لعله حقا لا يأتي إلى العيد. وكان المنافقون يفتكرون في أفكار مملوءة من الخبث والرياء، لأن رؤساء الكهنة والفريسيين والشيوخ كانوا قد أوصوا أنه إن علم أحد أين هو فليدلهم عليه ليمسكوه. يا لهذا الجهل وهذه البلادة وعدم المعرفة التي لهؤلاء الجهال، فإنهم وضعوا فخا لصاحب القوة الشديدة الكل القدرة، لأنهم مخالفون فسيربطهم هو بسلاسل ويسوقهم إلى الجحيم وموضع العذاب. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألام يخلصنا، فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمتي. بخريستوس Sotir af e af نتضرع إليك يا سيد الرب إلى ضبط كل ابن الوحيد قدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تجس له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل السلام العالية وتالف سائر البيع التي في العالم والذي يرى المجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها. يا الله تحنن على خليقتك ونجاها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبات عبيدك الواقفين بين يديك القائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا
الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة، ارحم يا رب جملتك التي خلقتها وتحنن عليها، وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان وبنيه ونسائهم وأيضا الحيوانات الطائرة وغير الطائرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل، نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل، وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور، أعطيها قوتها لأنك تعطي للبائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من ضيف عند عبد إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدتي وبارك في زرعي، أنت الآن أيضا يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك الواقفين بين يديك وترافع على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور وترافع على خليقتك وجميع شعبك، لأن أعين الكل تترجاك، وأعطهم طعامهم في حيني يا مغذي كل ذي جسد، يا عون من لا عون له، يا رجاء من لا رجاء له، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، وخلصت يوسف من امرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحواله، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إليه إخوته وأبو يعقوب وسيده بين يديه وأخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال، ونجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله، كلمة الآب الفعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة، دبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل القحط والبلية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إيليا التثبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك الصلوات قديسيك وأنبياك الأطهار، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله تراف على العالم بعين الرحمة والرأفة، بارك في كيل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واصعد مياه الأنهار كمقدارها، وهب اعتدالا للأهوية ونيل مصر وجميع الأنهار، باركهم في هذا العام وكل عام، وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.
يا من قبلت توبة أهلنا وعندما صام الجميع وقبلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين لرضاك وتحننك لندعوك قائلين: اذكرنا رب متى جئنا في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقربينهم المرفوع على مذابحك المقدسة بخورا طيبا، وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبد أيوب وشفى من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد. يا ناصر جميع المتوكلين عليك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي عاد تلاميذه القديسين وغسل أقدامهم وجعلهم رؤساء المؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات ومن أجمع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس بقانا الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك، حوط بهم كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، وارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها، وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم، وعطف قلوبهم على أخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عدو القدوس جسد ودم حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسي وأوصانا قائلا اصنعوه لذكري، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، ارحم شعبك وخليفة رسلك وأعطي بركة لثمرات الأرض، وابهج قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول عذراء مرت مريم في آخر الأيام، الذي قال لتلاميذه القديسين: امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، هو ذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء العالم، كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك القائلين، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس، واغسلهم من كل غش، وابعد عنهم اليمين الحانثة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوساوس وكل الشقوق والكبرياء وكل قساوة وتجبر، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت يا سور خلاصنا يا وعد إله العذراء الحصن المنيع الغير المنهدم، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا يبطلي، وحزن عبيدك إلى فرح ردي، ولمدينتنا وديرنا صوني، وعن الملوك الأرثوذكسيين حارب، وعن سلامة الكنيسة والعالم اشفعي، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمن الرحيم،
الأطراف ورب كل عزاء لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب، انظر يا إله عوننا وارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء والحروب والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله. نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة الآب المكرم البطريرك البابا الأنباء تودروس الثاني، وأن تحفظ لنا حياة وتثبت على كرسي سنين عديدة عزمنا سالمة هادية مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومن مراحمك العالية أن تبقي لنا علينا حياة أبائنا المطارنة والأساقفة وكل الكهنة والرهبان والرؤساء والرعاة. احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم، أعطي حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبين، نقاوة للمتزوجين، صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا أيضا الضالين والمسافرين، ردهم والأرامل والأيتام علهم والجياع والعطاش، اجمعهم والذين عليهم دين اوفع عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى والمطروحين اشفهم، والراقدين نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا نسأل ونطلب عن أبائنا وأخواتنا وكل الذين اجتمعوا معنا في هذه الأماكن الطاهرة المقدسة، طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم، لكي المسيح إلهنا يجعلهم مستحقين زيارة قيامته المقدسة في مكان ألامه المحيية، ويقبل زيارتهم ويغفر لهم خطاياهم، ويحنن عليهم قلوب المتولين عليهم، ويعيدهم إلى أماكنهم سالمين غانمين، ويأتي بهم إلى هذه الأماكن المقدسة الطاهرة سنين كثيرة وهم فرحين مبتهجين، ويبارك منازلهم ويجمعنا نحن وإياهم في أورشليم السمائية بعد العمر الفسيح. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا إله أبان القديسين، لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيديك الطاهرتين. أظهرت حبك للبشرية أيها الرحوم، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا للانقضاء. من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك، لا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا ابنوتينا ينا انتشونا يرونا ريونا يني من خنتك متورو Yeah, America.
السلام أعطينا سلام كرر لنا سلامك واغفر خطايانا أمين الليلو يدك سبت ريكيوك أجيب نماتي كنينك عيك استوس إيوناس كن إيونون أمين نوشي مورنغو إموس جيو من شويس إيسوس بخريستوس بيتاف أشفي بستفروس إك إخوم خيمب ساتاناس سابسيت إنني تشالف ستيم مونو ونينانا كتشيت خريس مويس استيمت ويبن تيمت شي سيدي تيمت خلو انت ياكوب بنو جناه انت ما توصالا بكت يسو بنت دابيت يسو بي انت سولوما بابن بما امبركليتون فيه تفئي جني ابوستولوس شاسي بي عري بانخم ابتاهو ايرات في من يود الطايوت نار شرب سبابا ابتا ودروس نم بن يوت متروبوليتيس افا انتونيوس افنوت انت اتفف اتاقروه جنو اترونوس نار ميشن رم بين من سيو انهيرينيبو انت افسف يو انو غاجي تيرو سابسيت انو اتشالف جن كولم طوبة بخريستوس ريه قندف كان انو بينا نيبول خنو هيرين قداب من اشتنا كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه افلوغ سون امين اسمو ايروي اسمو ايروي ستيمي تانيا كوني افلغو ام بي اسمو
يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألم بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة مديدة بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين. سيدتنا وملكتنا كل نواتي إله القديسة الطاهرة بتول عزراء مريم والمنيرين عظماء ميخائيل وغبريل رافائيل وجميع مصاف الملائكة وكل الطغمات السمائية صلوات رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء ومصاف لباس الصليب والأبرار والصديقين والذين عرضوا الرب أعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملائك هذا اليوم الطاهر برك قديس العذراء مريم أولا وآخرا برك قديس عظيم أنبنطونيوس الشفيع هذه البيعة وبركة البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم محبتهم معاناتهم وشفاعتهم فلتكن معنا أمين بخريستوس بنوتين يا ملك السلام أعطينا سلامك قرن لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك قوة المجد العز الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر نيابان الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. إن شاء الله بكرة كما تعودنا يوم الأربع بنصلي ثلاث ساعات على البسخة بتاعت الظهر فإن شاء الله يكون في أتوبيس في مملة هيتحرك هنتحرك الساعة 9 على المقتص الأتوبيس هيكون مستني في مملة هنصلي هناك من 10 إلى 12 على المقتص صلاة الساعة 6 والـ9 والـ11 كل سنة وأنتم طيبين هنتحرك من يعني هنطلع المقتص نرجع لهنا مباشرة مش هنروح أريح الآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم وما روحك أيضا Choice of show beneath so dear.